ريك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. سلام، أهلا بكم. خذيتوا احتياطاتكم ولا ليه؟ الطفل مجدي ولا نهار كامل يدور بماسك. قال لي ليه، أنا مانيش خايف، قلبي حديد أنا مع الكورونا، نحن عرب ورجال دمنا سخون. ما تحكش فينا الجراثيم الشنوة. اي اما للويه لابس ماسك يا مجدي. قال لي خاطر هذايا فيروس عملته لوبيات الدواء والسيا وهوليوود باش يبركوا الصين ومن بعد يبيعوا لها الدواء، خاطر دونالد ترامب يحب يكسر شوكة الصينيين ويرقع العجز التجاري معاهم. فهمت مجدي؟ هو مجرد نموذج للمواطن اللي يسخير روحه واعي، وهو في الواقع اجهل من السلامندر. يعني تلقاه ما يفرقش بين الجريب والحساسيه، اما ينظر لك في الكورونا والابولا وانفلونزا الخفافيش. توانا مثلا تبارك الله ما شاء الله ما نفهم والو في الاشيات هذه، نهايتي شويه سبرادرا وطرف دواء احمر، يعني مسكر فمي والحمد لله. اليوم مثلا في الاسبوع المصور نلقى مدير عام الرعايه الصحيه بالوزاره قال كورونا اخطر بقليل من الجريب ولا داعي للمبالغة في الخوف. تو ماذا بيا ننقد ونسخر ونعملهم الكل. قالوا أخطر بشوية من القريب، أماناش نفهم منه. البارح قريت تصريح لواحد من أكبر المختصين في علم الأوبئة في العالم، يقول لك راه مرض وبائي أما ما نعرفش باش يكون كارثي ولا لا. تسمع ما نعرفش، قالك تعرف تقولها هذه مجدي؟ تشتر التوانسة مستحيل يفرحوك بها. لا، والراجل يفرق بين وبائي وكارثي، ها مش كيف كيف. وقت اللي في مخي انا مثلا الوبائي ديجا فات الكارثي بمراحل. اما نحب نطمن كل التوانسة، الى حد الان ما فما حتى اصابة بحذانا، ولكن الحذر واجب. هاي قالتها لابخيس كورونا فيروس La Tunisie épargnée, mais la vigilance doit rester de mise. المشكلة اللي شروق صرحت برشا، واللي تسأل في أسئلة محرجة بصراحة. تفرج بربي، احتياطي الدواء لا يكفي إلا لثلاث أيام والجيش وحده قادر على إجلاء المواطنين. هل نحن جاهزون لمجابهة كوارث كبرى؟ باي توا هكا وقدام العباد زاد. شوف خويا، احنا راو عندنا مقاربة علمية واقعية شاملة فعالة للأمور هذه، قصدي للكوارث بصفة عام. احنا مدام الأمور مريقلة نطبقوا الإجراءات المنصوص عليها في المنظومة الوقائية B4، وتتمثل في أننا نقول ربي يستر. هذا في مرحلة أولى. في مرحلة ثانية إذا صارت الكارثة ننتقل إلى الاستراتيجية الوطنية C16، ألا وهي نقول والله غالب وذلك حتى لين تركح الخوذة شوية، ثم نرجع للمنظومة الوقائية B4 متاع ربي يستر. لذا بربي ما تحشمونيش ودعنا من اللي يوجعنا، وهوك اللي يحس روحه فاشل ومتزيلف يغلف بزيت الزيتون.